معناها اللي في فترة من فترات كان مهدد حتى بالمصادرة. نتفكروا الإجراءات اللي وقعت اتخاذها في شارع بورقيبة. فأهم حاجة كسبها المواطن التونسي في الثورة هذه أنه استعاد هذا الشارع واستعاد حرية التحرك فيه والتكلم فيه والتعبير في الشارع بصفة عامة. اللي قبل نعرفوه كان ديما بصادرته السلطة القائمة ويخيفها الشارع إلى درجة أنه تمنع حتى تجمع ثلاثة أشخاص مع بعضهم، ممنوع التجمهر أنها الشيء قاعد يصير اليوم في تونس في الظروف هذه معناها شيء عادي وطبيعي جدا. كي نشوفوا فن الشارع كيفاش تطور في فرنسا بعد الأحداث وال معناها احتجاجات القوية متاع ماي 68 وقبلها في الولايات المتحدة الأمريكية، كان ديما الفن يحب يخرج للشارع لأنه في النهاية الشارع هو مسقط رأس الحقيقي للفن. ثم وقعت مصادرته في مرات عديدة وأدخل إلى الصالونات إلى القاعات المغلقة إلى المتاحف وإلى غيره من الفضاءات المتحكم فيها. الشارع رجل الشارع العادي فنان الشارع العادي يخترق هذه الفضاءات المغلقة، يخرج الصور نتاعه ويرسمها، ونعرف البنتور ايروسول في الجدران وعلى معناها القاعات. الفنان الموسيقي يخرج يغني لعامة الناس ويلتقي بهم مباشرة، والممثل كيف كيف. فكروا فما تجربة حلوة برشا عملها رجل مسرح معروف برشا في في البرازيل اسمه أوغستو بوال، يخرج يعمل العرض نتاعه قدام الناس والناس يدخلوا له في العرض يقولوا ليه ما يلزم شوفها هكا كانت تبدل لنا هذيا تياتر دلاريو. بعد تهزت التجربه وتعملت في بنغال وتعملت في الهند وخذت سكسي برشا كبير برشا، ويعملوا ديسان متالين انت تنجم تتفرج في 10 عروض مسرحيه، تبدا مع هذايا تمشي تكمل الاخر ترجع الاخر تنجم تعخطر، هو ديما يعاود ديما يعاود ديما يعاود. وهذا تو موجودين معناها اللي فيستيفال ديسان سيمولتاني في افينيون في غيره. فانه الشارع يرجع للفنان في اعتقادي هذا اهم شيء قاعدة تربح فيه الثقافة التونسية، لأنها قاعدة تتخلص هك الثقافة الرسمية وهك الفنانين اللي نعرفوهم شادين صف قدام الوزارة ويستنوا في المنحة وما عناش واعطيونا ودنيونا ودخلنا في الحالة. الفنان كحالة اجتماعية، ما عادش نحكوا اليوم في تونس على الفنان كحالة إبداعية، وللأسف الفنان ولا شبيه كيف وكيفك اللي يلوج على خدمة واللي يلوج على ترسيم واللي يحب يصب دالة ولا غيره، يعني من المظاهر الاجتماعية المزرية اللي شفناها بعد الثورة. يجي الشباب هذايا اللي شفناه عمل صحافته وبعث العلم الرسمي وحطه على شيرة وتخلى الفيسبوك وعبر في الفيسبوك، اليوم قاعد يعمل في الفن نتاعه، قاعد يقاطع في الأطر الرسمية لأنها ما قدمتلوش خطاب أغنية مسرحية كما كنا نحكيه كاريكاتير يتوافق مع الشيء اللي اليوم موجود والروح المدفقة كيفاش نقول يعني الانطلاقة الكبيرة اللي عطتها له الثورة هذه ملقاش رجع صدام تاعها عند الفن الرسمي. فخرج وخرجوا لجنة ذومة والجمهور قاعد يجيهم لأنه صار هكا التلاقي الطبيعي بين أني نعطيك فن حلو وتعطيني أنت جمهور يجيني بلاش يحضر. سمعت الشيخة الفنانين الكبار الكل بداوا من الشوارع من يديت بيا فونتي جي، احنا مالوروزمون الفنان نتاعنا في مخه اذا ما بداش من الاذاعه والتلفزه ما نجمش يبدا، وهذاك علاش يبدا وعمرهم ما وفاو. تظاهره فن الشارع نظمتها جمعيه سوسه للفنون، نظمتها جمعيه سوسه للفنون بمناسبه اليوم العالمي للموسيقى ودامت ثلاثه ايام. تبعوني بالكداء توا باش نحكي على فقره فيه وعليه. فما وثائق ومؤيدات ومستندات، فما وثائق قضائيه تبرز لأول مرة للعيان في قناة تلفزية على خلفية استضافتنا الأسبوع الفارط لمتعهد الحفلات المعروف لسعد بالغايب. تبعوا شنواريو وثائق بعد زيارة متاعه جاتنا ياسر وثائق ونخليه الحكم للجمهور كل الأطراف المتعاملة مع متعهدي الحفلات ومع وزارة الثقافة. أقولها وأمضي وأمضي وأطلب بكل ود من المخرج لسعد القبي تمرير الفقرة الموالية في برنامج بلا مجاملة مع فيه وعليه. مش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش اني الثانية في بعد سنة، لو ما امنتش اني الجنة
الجنة في حضني أنا ما بقاش أنا. لو ما عرفتش إن حنانك سر حناني وإن الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وإنك مهما بعدت حترجع تتمناني ما بقاش. الفنانة السورية أسارة نصري تفاجأ ببرمجة اسمها في مهرجان قرطاج وتصرح: آسفة لن أغني أعلى قرطاج ولا علم لي أصلا ببرمجة اسمي في مهرجان قرطاج. الظاهر أن الفنانة أسارة نصري مبرمجة رغم أنفها. أسارة نصري تؤكد عدم علمها ببرمجتها في مهرجان في الدورة 48 لمهرجان قرطاج الدولي، رغم أنه في رزنامة المهرجان وبرمجة المهرجان أكد السيد مهدي مبروك وزير الثقافة خلال ندوة صحفية التي التأمت مؤخرا بمركز الثقافي بالحمامات وجود أسارة نصري. نرجع الموضوع لكن وعدكم على حكاية جمعة الفيت، ذكروا جاب حذانا لسعد بالغايب وحكاء وقال راني عملت محضر تنبيه وجهته الوزير السيد وزير الثقافة وسيد مدير مهرجان قرطاج جولي سفتحي خرات وقلت له راه لازم فما هيكله ولازم فما ميزانيه خاصه وما الى ذلك لاداره مهرجان قرطاج الدولي. فما تفاعل كبير صار من عديد الاطراف المتعامله مع وزاره الثقافه، وشخصيا استقبلت عديد التليفونات في بحر الاسبوع الماضي. هذا يا سيدي تبعوني خنثبتوا الاثبات باهي، هذا ما يجينا يا سيدي نهار الاثنين
مع 25 جوان مع ماضي ساعة غير بعض. ثبتوا لي حتى في الدات وفي التوقيت من عند سي عز الدين الباجي رئيس الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات. شو يقول سي عز الدين الباجي؟ طبعا لما ورد على لسان المتعهد الأسعد الغايب في حلقة بلا مجامل اليوم الأحد 24 جوان 2012، وحيث أننا كنا على علم بالموضوع سابقا عن طريق وزارة الثقافة التي أحالت لنا تنبيه صادر عن المتعهد الأسعد بالغايب، معنا كالتنبيه وجهه الأسعد بالغايب وزير الثقافة، وزير الثقافة بدوره وجهه للغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات. يكمل سي عز الدين الباجي يقول التنبيه وردت به عدة مغالطات وثلب في حق عدة زملاء بما فيهم شخصي، معنى على عز الدين الباجي، مما استوجب رفع دعوى جزائية ضد المتعهد المذكور، معنى على الأسعد بالغايب. وقد قمنا بمد الوزارة بوثائق تبحث بما لا يدعو مجال للشك ما دونه المتعهد الأسعد بالغايب، وهو ما صرح به أيضا في برنامج